اتفضلي. شكرا. عزيز، عزيز، عجبتك المفاجأة؟ عزيز، لا أنا تحكي. سيلين، كذبت كذبة كبيرة، حاولت تضحكي علي، بس عزيز ألكان ما بينضحك علي. امبارح المساء كنت ناوي اقتلكن انتو اتنين لولا حادثة مجد. اجت لعندي فاطمة اليوم اللي بتشتغل ببيتنا، فاطمة الطيوبة الدرويشة، وجابت لي كهدية قطعة ذهب. قالت لي ما في شي من قيمتكن يا بيك، هالهدية بمناسبة الخطبة، مع انه انا عندي ذهب كتير، بس بتعرفي كلهم ما بيساووا القطعة اللي جابتها الست الوفية. بتعرفي هلأ كمان شو خطر ببالي؟ فاطمة كانت متزوجة بس اتطلقت، سألتها مرة ليش طلقته؟ قالت اللي تزوجته ما كنت حبه، جهنم أسهل من العيش معه بنفس البيت، جهنم أسهل بكتير. تعي تعي قربي، هي هدية إليك، افتحيها قربي، لا تخافي، عادي ما في شي بيخوف بنوب، افتحيها. ليش ناطرة؟ رح يلبقلك كتير، ممكن يكون فستان، وإذا بدك بصير كفن. بدك تقتلني معك؟ مو خايفة؟ ما بخاف، كنت عارفة، متوقع، ولهيك ما رح اقتلك. ابو ابنك هو اللي رح اقتله اذا ما قبلتي تتزوجيني. اهلا وسهلا فيك بجهنم. تقبلي تتزوجيني؟ وإلا رح أقتله لنزاره بلا رحمة وقدامك. سكتي يعني؟ ما بدك يعني؟ لا لا خلص، بدي إياك قبلاني، بدي إياك، موافقة، منتجوز. شو هالقد بتحبي لنزار؟ لدرجة انك تاخدي حدا ما بتحبيه، معقول؟
عثمان بيعرف أبوه؟ بيعرفه؟ بلا ما يعرف، وما بدي ولا مخلوق يعرف بهالشي. بدي نطلع من هون كأنه ولا شي صاير. ما رح تفتح تمك بكلمة. من اليوم ورايح حاولي تعيشي مع هذا السر. كل يوم وكل لحظة رح تتذكر الغلطة اللي ارتكبتيها، لأنك أنت اللي شعلتي النار. أنا مو خايفة على حالي أبداً، المهم أنه نزار ما ينسى. هيام اسمعي. اوعك تلمسني. بقدر اعرف شو بدك؟ هلا جاي تخرب لي حياتي لوي؟ انا بدي مصلحتك وبس. بتهديدك الي، بتخويفك، ما هيك؟ يا هيام بترجاك تسمعيني منيح. انا اكل همك، اكل هم فوتون كمان. أنا معك هيام. كيف فيني أخلص من هالقصة؟ أول شي حاولي تهدي وأنا رح كون معك. عطمي على الموضوع لنعرف كيف رح نتصرف. شو مشان الملازم طيب؟ من هالناحية لا تاكلي هم، بس هلأ لا تحكي ولا كلمة. بجوز الشرطة تجي على البيت، أصحك تحكي شي قدامهم لأنه ساعتها رح تكوني بخطر. ساوي اللي عم قلك عليه، ماشي؟ عم تفهمي علي؟ روقي بقى، لو سمحتي وثقي فيني. اتفقنا؟ مثل ما بدك. لك الله يلعن حظي. أهلين يا قلبي. شو اشتقتلك يسرا. أكيد خلصت شغلك. بدنا نحكي شوي. شو علي، منحكي حياتي. من وقت ما رحت وأنا عم اشتغل ورتب، وكنت ناطرتك لنحكي بقصص كتير مهمة إلي وإلك. تتذكر رفيقتي رزان اللي كانت عايشة بروما، ما هيك؟ يسرا الموضوع كتير مهم. احكي طيب، شو هالموضوع المهم نزار؟ عم بسمعك. اتصلت برزان وقالت انه عندها صديق سمسار بروما ورح تلاقي لنا بيت بمنطقه كتير حلوه. شو الموضوع اللي بدك تقلي؟ ممكن نقعد لنحكي؟ يلا عادي شوي. باي. طيب اجيت. انا بعرف انه الفكره غريبه ومجنونه، بس المفروض نبعد عن هالجو. هيك ممكن إنه نعيش بلا مشاكل. يا ريت لو كل شي بيكون بهالبساطة. نزار لا تكبرها، والله الموضوع سهل. من حقنا نعيش شلون ما بدنا، وأصلاً ما حدا إله عنا شي. خلينا نفكر شوي بحالنا وبس. لمرة واحدة نكون نزار ويسرى عن جد. لو يسرى أنا حبيبي اسمع. يسرى ممكن أدخل؟ تفضلي عمتي.
عفوا على المقاطعة، بس إجا عزيز وناطر الكل فوق. هيك لكان، وعلى الأغلب صاير شي. طيب جايين. يلا يا قلبي نطلع، لا تفكر كتير حياتي. قوم هلأ ومنحكي بعدين، ما تضايق حالك. قوم يلا. خير بابا؟ شوي ومنعرف إذا خير ولا شر. الكل جايين؟ نزلت هيام هلا، رح تخبر نزار ويسرى وجاي. يلا لكان، بلش العد العكسي لحتى نفجر القنبلة. بابا، في شي مو منيح خير؟ ليش لا يكون مو منيح؟ ما بعرف، عمتي خبرتنا بطريقة غريبة. شو هالحكي هاد يسرى؟ أنا بس قلت لكم أخي جامعنا فوق. فوتي عادي هلا بعدين منحكي. يلا تفضل لشوف يا صهري العزيز. وهلا بما انه الكل صاروا موجودين، ما في لزوم للف والدوران. بصراحة أنا وسيلين مبارح قعدنا وحكينا كتير، بعدين اكتشفنا انه نحن غلطنا بحق حالنا، وصار لازم نصلح هالغلط بسرعة، لأنه الوقت كل ماله عم يمضى ونحن عم نكبر، وصار لازم نستقر بقى ونريح راسنا. طبعا أكيد. وقررنا طبعا بعد مباركتكم قلنا. تعي سيلين. قررنا انه نحن اثنين نكتب كتابنا. يا الله يا بابا، وقفت لي قلبي، فكرتك غيرت رأيك. ألف مبروك يا روحي. يبارك فيك. مبروك سيلين. ما بقدر اقول لك غير الف مبروك بابا. شكرا. الله يسعدكم ويهنيكم. شكرا. انبسطت كثير بهالخبر. خلي لي اياكي هيام. اي نزار، كانك انت ما باركت لنا. رح بارك، بس بالاول نحن لازم نحكي. يلا احكي لشوف. عزيز بيك، الشرطه واقفه على الباب وبدهم يحكوا مع حضرتك. كل شي مرق مثل لمح البصر. ايه؟ على القليلة عندك ذكريات منيحة. وانت كمان لا بقى تفكر وعيش حياتك، الحياة ما بتوقف، طلع لقدام. والله الحكي سهل. أنا خسرت كل شي يا كمال. عزيز ألكان دمر لي حياتي بالكامل وما ضل شي لأبنيه. طيب شو رح تعمل؟ يعني بدك تعلن الحرب؟ أعلنت ومشي الحال. لا تعملها، ما رح تكسب، رح تنزل للصفر. ما أنا أصلا تحت الصفر، وإذا ما طلعت فرح أسحب عزيز لعندي. بدي خلي عزيز ألكان يدفع تمن كل شي سوا. كيف؟ فهمني أساسا شلون رح تخلي عزيز يخسر؟ هذا الموضوع من اختصاصي، أكيد بين يوم وليلة ما رح أعمل شي. وهيام وقعت هلأ بين إيدي وما رح تنفذ مني أبدا. لكن إذا رح تحارب عزيز ليش تتورط مع هيام؟ مو من مصلحتك صدقني. والله أنا أكتر شخص بيعرف وين مصلحته، وما رح كون مرتاح لشوفهم مدمرين كلهم. ادخل. سيدي، من شوي الشباب راحوا ليجيبوا المشتبه فيه بقضية قتل فواز شاب. ماشي انصرف. الحظ واقف معك، هاي صاحبك رح يجي لهون. مين؟ عزيز ألكان. مساء الخير، أنا الملازم جواد سيرال من شرطة اسطنبول. عزيز بيك، ممكن تتفضل معنا لو سمحت؟ وشو السبب؟ متهم بقتل فواز شاكر.
كيف يعني؟ انت شو عم تحكي؟ بابا شو له علاقة؟ بس دي يا بنتي، انا ما بعرف حدا بهالاسم هاد، ما لكم حق بازعاجي انا وعيلتي. تفضلوا طعوا. عزيز بيك، مدام ما بتعرفه تفضل معنا على المخفر لتعطي افادتك وبعدين من رجعك. يلا لا تضيع الوقت. عم يقلكن ما بيعرفوا؟ شو ما بتفهموا انتو؟ يسرى خلص خلينا نفهم شو الموضوع. ما في شي لتفهموه، انا قلت اللي عندي. تفضلوا. عزيز اترك الشباب يشتغلوا خلص بلا ما نعمل مشاكل، رح ياخذوا اقوالك ويرجعوك على البيت. سوء تفاهم اكيد مو اكتر. طيب ماشي يلا تفضل. وحضرتك نزار بيك؟ ونزار؟ بدنا نسأله عن كم شغلة روتينية. أنا كمان جاي معهم. يسرى رح روح معكم. يلا خلاص تعي معنا يلا. فضلوا. ونحن رايحين معك مجد. حبيبتي ولا يهمك، ما حدا بيقدر يعمل معي شيء، أنا باخد أقوال ما بعطي. رح أرجع فورا حبيبتي. هيام سليم بأمانتك. تفضل لهون عزيز بيك. حضرة الملازم خلي عزيز يطلع معنا، ما بدنا ولا حدا من الجيران يشوف عزيز بيك عم يطلع معك، مو حلوة بحقه لو سمحت. بظن هذا شغلي وبعرف شو عم ساوي. تفضل اركب. ألو نعم. صوتك عم يرجف. خفتي من الشرطة ما هيك؟ وينك أنت هلا؟ كتير قريب. وين ما كان؟ يسارك يمينك كيف ما تحركتي؟ لا تقلي إنك قريب من البيت. اصحك. أنا ما اتصلت لخوفك هيام. وكل غايتي إني ساعدك وبس، وحذرك من اللي حواليك. كيف عرفت إنه الشرطة كانت عنا؟ عرفت ومشي الحال. اليوم يجوا مشان عزيز وبكرة ممكن يجوا مشانك انتي. شوي شوي ما بتلاقي حالك إلا تورطتي. لا مستحيل اتورط، أنا مستحيل اتورط. بتصدقي يا بنتي لما شفت الشرطة متت من الخوف ورجلي ما بقى حملوني، إن شاء الله يرجعوا دغري. معك حق أمي، والله هالقصة غريبة، جريمة قتل، الله يجيرنا. أكيد في سوء تفاهم، بلكي حدا مفتري عليه وعم يظلمه. واحد مثل عزيز رجل أعمال مهم، أكيد بيقدر يوكل أكبر محامي ويطلع دغري. لكي أمي، أنا خايفة على مجد بيك يكون تعب على الطريق، تعرفي مريض وما خرج يفوت هيك محلات، قصدي على المخفر، مو كان لازم ما يروح؟ هذا اللي ناقصني والله. مجد بيك ليش مهتمة فيه كتير؟ لا تخافي بيكون منيح. انت ادعي انه ما تكون القصة صحيحة وتخلص عن قريب ويرجع كل شيء مثل الأول. ان شاء الله يا رب. فواز شاكر الملقب بفواز أبو كعب. لقوه مقتول، شو بتقول؟ لقوه مقتول؟ عن جد زعلتني كتير، بس أنا شو دخلني بهالقصة؟ والله عم تعطلني. أنت جاوب على أسئلتنا بعدين فيك تطلع، طبعا إذا ما في شي ضدك. شو هالحكي هاد؟ انت الظاهر لهلأ يعني مو عارفانين مين هو عزيز الكام، مو هيك؟ درينا انك عم بتساعده وكنت عم تبعت له مصاري، ليش؟
لعلمك أنا دائما بساعد الناس المحتاجين على قد ما بقدر. يا ريت تقلي إذا كان في حدا منكم هلأ بحاجة. مثل ما قلت لك ما بعرفه وما سمعت باسمه حتى. أنت مانك ابن الروحي لعزيز ألكان؟ إيه. ومتزوج من بنته وإيده اليمين؟ أكيد بتعرف شي عنه. أحكي ولا تتعبني. بس أنا ماني إيده اليمين. اسمي نزار، ما بتبع لحدا، وكمان مالي علاقة بأي حدا. عزيز متهم بقتله لفواز، شو بتعرف عن هالموضوع؟ أنا كمان متهم؟ حسب ما تكون متعاون معنا، وإذا ما في شي ضدك. يعني أنا مشكوك فيني؟ إيه. وإذا طلعت بريء بترجعني على البيت وبتعتذر مني؟ أيمتى آخر مرة شفت فواز؟ ما شفته. كيف كنت توصل له المصاري؟ والله كنت بعت له ياهن. خليني أطلع من هون وإلا بعمل لك مشكلة. كتير مستعجل؟ إيه طبعاً. مين ما كان اللي قتل روحوا لقوه. وليكنا لقينا؟ عود مكانك. يا أبضاي، شايف الحيط اللي أنت مستند عليه هلا؟ اللي شايفه قدامك بيقدر يشوف شو في ورا هالحيط وبسهولة. فواز ما كان يتواصل مع حدا غيرك، والمخلوق مقطوع من شجرة، وكمان شقفت بيت ما عنده. سمعنا أنك عم تعطيه مصاري وتبعت له أكل، وشو صار بعدين؟ لا تكون غضبت عليه. لما بعمل شي منيح ما بستنى مقابل، وأنت حاج تستفزني وتتشاطر بالحكي. هالحكي ما حيطالعك من هون، لا تعب حالك على الفاضي. لسه ما حكيت شي ابدا، وحمود ربك هلا انه متمالك حالي، ولا كنت شفت شي ما عجبك بالمره. لك يلا افتحوا هالباب. خلاص خلاص لك. نزار شو صار معك؟ طمني حياتي. روقي كل شي تمام. انت منيح؟ عملوا فيك شي؟ رح اطلع لبرا. طيب ماشي. يسرى. بابا. لوين رايح نزار؟ طلع شمها. وليش؟ قولي له ما يتحرك ويضل هون. طيب. تركني ولك. لوين اخذينه؟ تركني ولك. بابا لك لوين اخذينه؟ عزيز حاول تهدى شوي، المحامي على الطريق. مجد انتبه على حالك، تعال ارتاح على الكرسي. طيب. سيلين حضر حالك بسرعة، أنا جاية وبدنا نروح. نزار نزار تقلي لي إنك حكيت شي لعزيز. لحاله عرف بقصة نزار وهددني فيه، قال إذا ما قبلت أتزوج رح يقتله لنزار. روقي روقي ولا تتوتري. نزار بده يجي لهون، عم يقلي لازم نهرب. أنا كتير خايفة من عزيز لأنه ما له ناوي على خير. سيلين عم بسمعك. سيلين حاولي تهدي. أصلا طول ماني عايش على وش الأرض ما حدا رح يأذيكي. مثل ما بدك، لا تتزوجي، هربي مع نزار. بدي توعدني إنه رح تساعدني وما رح تتركني. وعد شرف مني. إني رح أعمل كل اللي بيطلع بإيدي. طيب. أهلين نزار. أمير اسمعني كثير منيح. خير إن شاء الله. اسمعني أمير الله يخليك. أنا وسيلين رح نهرب. لوين؟ ما بعرف، بس أنا رح أروح على البيت جيب سيلين وعثمان. بدي منك تضل جاهز، يمكن أحتاجك ودق لك. طيب نزار ماشي مثل ما بدك. وخبرني على أكيدها. نزار ديروا بالكم. إن شاء الله.
بنلاقي ما في حدا. وينه بابا؟ حبيبتي ليش فايقة لهلا؟ بكره بتتأخري لتفيقي الصبح. ما قدرت نام. بابا وعدني يساعدني بحل الوظيفة ولهلا ما اجا. بابا مع خالك بالشغل، رح يتأخر ليرجع. بكره بتسألي. شو هاد؟ كل يوم بده يتأخر يعني؟ الشاي جاهز هيام خانم. حبيبة قلبي، ليش لهلا ما نمتي؟ أعمل لك كاسة شاي بالقرفة؟ لو سمحتي. تكرم عيونك. ها هي اجت رنيم تعمل لك الشاي بإيدها. يلا تعي فتون. فيكي تساعديني بالوظيفة تبعي لو سمحتي رنيم؟ طبعا حياتي. في شي أخبار منيحة عن عزيز بيك؟ لا والله. الله يكون معه ويحفظه، وإلهي اللي افترى عليه يلاقيه بصحته وعافيته إن شاء الله. أنا رح جن، ما عاد فيني اتحمل. حدا يخبرني شو عم يصير، وليش لهلأ بابا ما طلع؟ يسرى غسان، مو لازم نعمل شي. يا ريت تروقي شوي. كيف بدي روق بالله؟ قول حالتنا هي عجبتك؟ ما تاكلي هم، تعي اقعدي معي. شو رح يصير لبابا هلأ؟ خلاص روقي. مجد، انت منيح حبيبي؟ ترجع على البيت ترتاح؟ مجد، روق حبيبي وما تتضايق. تعرف عزيز إذا شافك هيك بيزعل. أنا منيح. هاي المحامي. وصلت أخيرا. وينك أنت لهلأ؟ كم ساعة ونحن عم نستنى؟ شو هالمحامي جايبه؟ ممكن تهدي؟ شو صار أستاذ؟ طمني. تأخرت لبين ما خلصت الإجراءات اللازمة، بس مشي الحال بإذن الله. مشي الحال. شفتي؟ لا هاي نحل الموضوع كله. تفضل، أنا رح جيب مي وجي. بدك شيء؟ لا يسلم وما بدك. وانت ماجد؟ شكرا. طالعني من هون بسرعة. رح تطلع عزيز بيك، الشخص اللي قتل فواز سلم حاله. الملازم كمال ما هيك؟ أكيد رح أرجع وشوفك مرة تانية. وبعدين معهم كان لازم حدا منهم يحكي ويطمننا عنه. فتون نامت فاطمة؟ ما بعرف، فوق بأوضتها يمكن نايمة. طيب رح أطلع شوفها. بدك شي قبل ما نام؟ شكرا، ضبي البيت وطلعي نامي. فاطمة خانو؟ نعم. ممكن تعملي شوربة خضرة لعثمان إذا بتريدي؟ بهالوقت بنتي؟ لأنه على العشاء ما أكل منيح. مو تكرم عيونك، ماشي، دقيقتين بتجهز. يسلم. انت جاهزة؟ فوت بالأول لنحكي كلمة. سيلين ما في وقت. لو سمحت. ما في وقت. خلصنا، رح نحط حد لهالمنزلة كله ونهرب. بس لازم تسمعني قبل. شو في سيلين؟ ما نحن حكينا واتفقنا. ما رح أقدر كمل. ايه خلص مو مشكلة، ما رح ضل ولا ليلة زيادة بهالبيت. نزار لا تروح. ليش سيلين؟ ممكن تكذبي علي مرة تانية؟ قليلي، بتحبيني ولا ما بتحبيني؟ بس جاوبيني، جاوبي لا تضلي ساكتة. من شو خايفة سيلين؟ بس حكي لي حبيبتي مشان الله لا تضلك ساكتة. بدي اياكي تثقفيني وتتخلصي من كل هالخوف. بس إذا عن جد أنت بتحبيني
خلينا هلأ نبعد وبسرعة أنا وياكي سيلين. ما بتتخيلي قديش بحبك وما عم بقدر بعد عنك. أنت من زمان قلت لي عزيز خطير كتير وبعدي عنه لأني خفت عليكي. تعرف أني أنا ومعك ما بخاف من حدا، بس كل خوفي على عثمان. لا تخافي على عثمان، اطمني. ومشان عزيز واثق أنه رح يتركنا، بدي بعدك عن المشاكل، ما بدي يأذيك أنت وعثمان. عن جد عم تحكي؟ مدام خايفة لشو هالشنتاية؟ ليش جهزتيها؟ وصلنا للنهاية، يا منترك بعض هلأ يا إما بتكوني معي. بابا؟ بابا لوين؟ عزيز شوفي. بابا، بابا استنى شوي. عزيز لوين رايح؟ بابا عم احكي معك. بابا، بابا جاوبني لوين رايح؟ يا الله دخيلك، شو الموضوع؟ لك لوين راح؟ لوين راح؟ يلا اطلعي جنبه. نزار. سيلين يلا اركبي وطفي تليفونك. وين هي؟ لوين راحت؟ مين بده شوربة فاطمة؟ سيلين خانم لابن عثمان. بهالوقت هاد؟ والله استغربت مثلك، شو أعمل؟ أكيد ما أكل على العشاء. منيحة الشوربة للصغار بتغذيهم. عن إذنك لنا ولا الشوربة، بتعرفي وين راحت سيلين خانم؟ شو بعرفني فاطمة، بلكي فاتت تنام. لشو طلبت الشوربة وعذبتني؟ سيلين خانم، سيلين خانم وين راحت هاي؟ رد على تليفونك غسان. ما في حدا جوا؟ بتكون أخذت ابنها وراحت على المخفر. لك شو هالمرة هي؟ لك رح رجع الشوربة على المطبخ. شرفه ما عم يرد. لأنه أكيد متضايقة من اللي صار. رح نوصل على البيت وبتحكي معه. وانت كيف صرت؟ منيح منيح، انا بس اتضايقت من القصه اللي صارت. نزار الثاني تركني بدل ما يضل جنبي هلا. يسرى نحن كلنا اليوم تعبانين، بدك تروقي شوي. مو معقول قديش دمك بارد يا غسان، لك شلون بدك اياها تروق؟ القصه مو سهله ابدا. وما عم يرد على موبايله. والله معه حق. قال لي انه كرهان كل شيء. عن مين عم تحكي؟ عن مين يعني؟ عن نزار. مل من كل شيء، من الزعل، من الخناق، من المسؤولية والضغط، ما بقى فيه يتحمل. يا ريت فيني ساعده بشي.
عزيز طمني شو صار؟ ليش ما حدا منكم عم يرد علي؟ قلي شو عملت؟ وين نزار؟ ما اجى لسه؟ والله ما شفت حدا بنوب، غسان ويسرى ومجد كمان ما اجوا، ليش تأخروا هالقد؟ أخي؟ اسكت شوي هيام، مو طايق حدا. سليم أنا هون. ليش ما اجت لعندك؟ طاي. ايه بس طاي. شو صاير؟ قول. روحي. شو صار معكم؟ ليش ما حدا رد على موبايله منكم؟ ليكنا اجينا، شو في داعي تعصبي؟ والله معك حق، بس شفت اخي بهالحالة جنيت وما قدرت هدي حالي. يعني بابا عم يحكي هو ونزار؟ عزيز تحت، سألني نزار وينه؟ ونزل لتحت يدور على سيلين بس ما لقاها بالأوضة، حتى نزار ما إجا لهلا. كيف يعني نزار ما إجا لهلا؟ يسرا، نزار مو هون، حتى سيلين وعثمان مو هون. راح، راح. راح لأنه ما تحمل الضغط. يسرا. راح لأنه مل. اهدي شوي هلأ بيجي. شوفي حبيبتي، ما حكيت مع سيلين؟ حكيت أم بلا، راحت لعند صادق، أكيد بتكون خافت، بقصد من منظر الشرطة اللي إجت. كيف يعني؟ موضوع مو مستاهل، سوء تفاهم وبصير مع كل الناس، مو هيك؟ شوفي يسرا، مو على بعضك بنتي. كيف مو على بعضي؟ طلع حواليك بابا وشوف شو فيه. يسرى شبك اليوم؟ بلا مشاكل رؤي. انت مانك شايفنا؟ مو شايف من جوا قديش تعبانين؟ يسرى اهدي، انا ابدا مو ناقصني وجع راس. عم تقلي اهدي؟ ليك نهديت؟ اصلا ما في شي الواحد يعصب مشانه، مو هيك؟ مو حرزان القصه؟ نحن شو حكينا؟ تركك مني. شوف ابنك شو صاير فيه. ليك؟ هذا ابنك اللي دمرت له حياته. انت يا ريت توزني كلامك قبل ما تحكي معي. بابا اسمعني، انت مو كل شي بتعمله معناته هذا الصح. خلاص. سيلين من خوفها اصلا طلعت، حتى نزار راح، صور زوجي راح، انت وصلتنا لهالحاله بسببك، كل شي عم يخرب. لك نحن ليش ما فينا نكون مثل هالناس؟ عم بسأل حالي ليش نحن ما بنكون عائلة طبيعية. قلتلك خلصنا. ما خلصنا. عم تخوف اللي حواليك. اسمح لي قلك، انت اكتر واحد هون اناني، عائلتك عم تهرب منك، حتى نزار قال لي اياها. نزار ما تحمل اصلا هالوضع، لهيك راح، مل منك. انت فيك تعيش بلانا كلنا؟ اللي فيك؟ مو نحن عائلتك اللي بتحبها ولا شو؟ جاوبني. تعرف سيلين ليش راحت؟ لانه ما بدها تعود ابن عثمان على الخوف. انت السبب. انت لوين بدك توصل؟ بدي افهم. اللي فهمني.